سوف ننتقل مشاهدينا إلى موضوع مغاير عن الحدائق العامة وننتقل إلى موضوع علمي أكثر. طبعا ساهمت تكنولوجيا الاتصالات وتحديدا في تطور معاصر وذلك بتسهيل سرعة الحصول على المعلومات وسرعة معالجتها واستدعائها وتخزينها واستخدامها وذلك في كافة العمليات الحسابية والإحصائية والتحليلية لمواجهة متطلبات الحياة المعاصرة، مما أدى أيضا إلى سرعة إنجاز المهام والأعمال وسرعة تحقيق الأهداف. ومع بداية القرن 21 أصبح لزاما على كافة المؤسسات المختلفة أن تتوافق أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها تكنولوجيا المعلومات. لذلك ومن هذا المنطلق أصبحت تكنولوجيا المعلومات بكافة أشكالها السلاح الحقيقي لمواجهة التحديات العديدة والتي تواجهنا كأفراد وكأمة وبالتالي الاقتصاد الوطني. وطبعا أصبح التطور التكنولوجي مشاهدينا هدفا قوميا واحتياجا حقيقيا لنمو المجتمع وقدرات أفراده وحسن استخدام موارده وطبعا حمايتها. إذن الآن سوف ننتقل إلى تقرير عن شبكات الكمبيوتر وزميل أحمد ماجد. بعد التطور والازدهار الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولحظة بلحظة، أصبح هناك كم هائل من البرامج المعلوماتية والتقنية التي لها علاقة بمعظم مجالات الحياة إن لم تكن جميعها. هذه المرة جولتنا معكم حول برامج التدريب على الحاسب بالإضافة إلى البرامج الخاصة بعمليات المونتاج والتلفزة وأيضا الثلاثية الأبعاد. ازدادت أعداد المراكز التي تعنى بالنشاطات الكمبيوترية في الآونة الأخيرة، وذلك لما يشهده العالم من ثورة معلوماتية وصلت إلى حد قريب من ذروتها. ولكن ليس كل المراكز من يضمن لك عزيزي المشاهد أصلية هذه البرامج وأفضل الطرق في تدريسها وتعليمها. نحن مركزين على نوعية التدريب اللي بيوصل للشهادات العالمية المعتمدة من المصنعين التكنولوجي نفسها. طبعا أهمية هالشهادات بيجوا مع الدراسة الجامعية وين بيغطوا المعلومات النظرية، بيتخرجوا بيعتازوا خبرة عملية، والشهادات هدول اللي هن موجودين بيساعدون بهالاتجاه، بيغطوا من هندسة شبكات، برمجة الإنترنت، تصميم الانترنت. هذا المركز أبرز نجاحه وتفوقه بما يقدمه من برامج تدريبية ودورات خاصة في الحاسب الآلي، وبرهان هذا النجاح هو التراخيص والتوكيلات لكبرى شركات نظم المعلومات والتكنولوجيا، وهذا بحد ذاته أكبر دافع للتعامل مع هذا المركز. تراخيصنا طبعا هن من مايكروسوفت، مركز معتمد تعليمي لمايكروسوفت ولأوراكل ولسي اي دبليو، حتى ل شهادة الأي بلس اللي هي شهادة صيانة الأجهزة. التراخيص هدول طبعا نحن بما أنه بنينا شركتنا بدبي وبناء على نجاحنا هون، مطلوب مننا أنه نورجي الشركات هدول نوعيتنا قبل ما يعطونا التراخيص. فطبعا أهم نقطة اللي حبوه فينا اللي هو سبب كل شيء اللي بيصير بشركتنا هو الاهتمام بزبايننا. كل واحد تدريب عنا مصمم نوصل أعلى نتائج عملية لزبايننا. أما عن البرامج والدورات التي تختص في مجال العمل الإعلامي والتلفزة، فهذه الشركة تتمتع بمقدرة عالية على توفير هذه البرامج والتدريب عليها أيضا. بالنسبة للدورات بتخص محطات البث والإذاعة، عنا دورات كثيرة اللي بتساعد بهالأمور مثل الفوتوشوب والفلاش، دريم ويفر، ادوبي الستريتور، 3D ستوديو. وطبعا اهم شيء عندنا بالدورات هدول خبره الاساتذه الموجوده مع مثل كل الدورات الثانيه، شهاداتهم. وكمان مثل ما قلنا هالتدريب كمان بيوصل للشهادات العالميه بهالبرامج. ولا ننسى طاقم التدريب والهيئه التدريسيه بالمركز والمعد على أعلى المستويات من الثقافة وأسس التعليم والتدريب الحديث، والمعتمد أيضا من كبرى شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتقنية،
وهذا يعزز تواصل هذا النوع من المراكز ليس فقط على مستوى الطلاب المشتركين وعلى الأفراد، بل على مستوى الدوائر الحكومية والمحلية. هو بالفعل في نوعين أشخاص اللي ممكن يستفيدوا من الدورات عندنا. أولا أهم طريقة اللي بننصح الشخص يحضر التدريب عنا هو بعد دراسته الجامعية. أهمية الشهادات هدول الشخص بيشوفهم وقت بيتخرج وعم يلاقي صعوبة إنه يتوظف. الأمور العملية اللي بيكسبوها بالجامعة ما بتكفي للشخص يتوظف، صار بده خبرة عملية بالبرامج، ببرنامج معين، بتقنية معينة اللي الشركة بتستعملها، وهالشهادات بيأدوا لهالطلب. طبعا إذا الشخص ما عنده إمكانية يدخل الجامعة بيستفيد كتير يحضر هالدورات كمان لأنه ما عنده بديل، بس ننصح أنه يقدم هالشهادات أو يطلب هالشهادات بعد ما يكون متخرج الجامعة.